استاذ علاء صعيب مثل ما عم يقولوا. ليش عم يقولوا؟ عم بيقولوا انه نص لعيبه المنتخب عم تلعب بالواسطه، وعدم مؤاخذه بهالكلمه انه المدرب رجل الكرسي. ايه قال لانه مو هو اللي بيختار اللعيبه، والاسماء اللي بدها تلعب بالمنتخب بتجي من فوق. بقى صحيح هذا الشيء؟ صدقني يا اخ ما في شيء بالهذا بنوب، المدرب له الكلمه الاولى والاخيره باختيار اللاعبين. لكن يا استاذ ليش ما ضموا اللاعب عرفان مع انه هداف الدوري، او استعانوا بلاعيبتنا المحترفين من برا؟ صدقني يا اخ ما بعرف شيء عن هالامور. على مالك انا نزلني هون. ايوه بعد اذنك هون. سلمون مشرف. اعوذ بالله، شو هاد يا كابتن؟ رح بزعل منك. ها ولو هذا حقك، اضب مصاريك بجيبتك، يعني معقول ناخذ منك اجر استاذ؟ يا سيدي كتر خيرك، السلام عليكم. اسمعوني منيح يا شباب، بهاليومين ما رح نتدرب بشكل جدي حتى ما ينصاب حدا منكم ونخسره بالمباراة، وبهاليومين البقيانين للمباراة لازم نحافظ على لياقتنا البدنية ونتبع نظام غذائي دقيق جدا، ولا تنسوا انه مباريات المنتخب كلكم وهالمباراتكم، ومصير المنتخب أمانة بين رجليكم فحافظوا عليها، وبمعنى أدق الوطن يناديكم فلبوا النداء، فريق النار ناري من أمامكم والجمهور الغاضب من ورائكم فأين المفر؟ يقول الله في كتابه العزيز إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فارفعوا أيديكم ورددوا معي يا رب يا رب أمدنا بنصر قريب من عندك. آمين. اللهم شتت شملهم. آمين.